هلا والله يا جماعة الخير، وزي ما انتم شايفين نلتزم بكامل القوانين بدون قفازات. طبعا يا جماعة بنلعب مع ثاني أفضل فريق في المملكة العربية السعودية، اليوم كلية التربية والبدنية في جامعة الطيبة، يعني بيكون في صلخ اليوم، مباراة بتكون تاريخية. دعواتكم لنا بالتوفيق يا جماعة. Let's go. كلها هدف واحد، ما عليك. Thank you.
تعليقك؟ جالسين نلعب مع ثاني أفضل فريق في المملكة، بس والله مرة مستوى مو عذر، ولكن ما في أحد بيسدد من بعيد، بيلعبوا بشكل مضمون، بيني وبين اللاعب دائما متر أو مترين. طبعا ما ببرر أبدا، أنا ماني متمرس في الصالات أبدا. لعبنا ماتش صراحة جميل، لعيبة والله سوينا اللي علينا يا جماعة. طبعا يا جماعة، رازي ابن عميد كلية الهندسة، فسلموا عليه.